عملت اهو سليم تمام، والغطا بتاعه زي ما احنا شايفين كده مفيهوش اي مجال للتسريب. الاسلحة بتاعته زهرة من الستانلس القوي، الموتور بتاعه ليه اعداد تثبيت زي ما احنا شايفين كده من على الانترنت، وليه من الماين والماكس والاون والاوف بتاعه. وده ايه لو هنقلب البلندر بس، جاي معاه كتيب الاستخدام من التعليمات بتاعته ان ما تملاش من الميه على طول والدورق في الموتور، وما تشغلوش وانت مش ماسك الدورق كويس يعني،